ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير شباب، الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا لأول مرة أنا أستخدم هذه الكاميرا الجديدة، فممكن تقع أخطاء في هذا البث. الله يعطيكم العافية. طبعا الآن أنا أبقي أستعرض عليكم بداية الموقع الخاص بنا اللي سوينا فيه كل الدروس وكل الأشياء. الآن أنا طورته بشكل ممتاز جدا. طبعا متجر العروض والهدايا ما قصروا، قالوا لي إن على كل طلبية تتم من خلال الموقع عليها 10 ريال ليا، فحطينا هذا الموقع زين، ممكن إنه يجلنا من رزق، وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يرزقنا ويرزقكم إن شاء الله. الله يعطيكم الصحة والعافية. بينما هني تحت انا سويت بعض الامور الحلوه حقيقه زين. عندنا اللي هو التطوير القديم اذا تذكرونه، طبعا انا شلته القديم تماما من الموقع زين، ولكن ممكن ان احنا نراجع لاحقا لو انكم تضايقتوا من الجديد، رغم ان الجديد انا سويته بشكل ممتاز جدا. بدايه اللي هو راح نشوف الفصول هني زين. عندنا مقررات، مثلا الفصل الاول اللي اخذناها ستجد هنا كافة المقررات التي درستها أو ستدرسها في الفصل الأول من تخصص الأمن السيبراني. طبعا درستها في حالة أنك أنت تبقى تسترجع المعلومات القديمة، وبالنسبة حق الأشخاص اللي ما بعد يبدأون أصلا فممكن أنهم يشوفون الدروس والأشياء المساعدة وغير ذلك في من خلال هذا الموقع، من خلال الدليل في الفصل الأول من تخصص الأمن السيبراني، وفي داخلها كل ما تحتاجه من مساعدة زين. فلو جينا حق اساسيات الامن السيبراني، طبعا احنا اخذناها عند المهندس مثلا عبد الله دحيلان زين. لو ضغطنا على استعراض المحتوى راح يستعرض لنا المحتوى في 3 تبويبات زين. الى الان انا قاعد اعمل على تطوير هذا الموقع بحيث انه يكون جبار، بما ان في اللي هو منشأة تبنت اللي هو الفكرة وشافت ان الفكرة جيدة اللي هو متجر العروض والهدايا، وان انهم يحطون اعلاناتهم فيه، فممكن انه راح يتطور بشكل اكبر واكبر شيئا فشيئا زين. الان في عندنا هني القائمه او 3 علامات تبويب. اول واحده قائمه التشغيل، قائمه التشغيل اصبحت بهذا النحو، اخر تحديث حق الماده المهندس، واللي هو اخر شيء اللي هو رابط قائمه التشغيل. تضغط هني بس مباشره راح تفتح لك قائمه التشغيل حق اللي هو المقرر نفسه زين. ممكن تشغل اي اللي هو شو اسمه المحاضره انت تحتاجها زين، وتسمع حق الدكتور عبد الله المهندس عبد الله. ايضا اللي هو اشير في هذا الامر الى ان معظم اللي هو الاساتذه يرجعون حق هذا المرجع الجميل زين، فاشكرهم على المتابعه. طبعا مدربين يتكلمون عن القناة والأشياء اللي في القناة والمحاضرات وغيرها، فأشكرهم على زيارة القناة، وبإذن الله تبارك وتعالى نسهم في نجاح الجميع. هذا الدليل اللي أنا مسويه للجميع زين، فكل أحد راح يحتاجه أكيد زين. وأشكركم دائما على اللي هو الإشادة، لأن معظم الأساتذة المتدربين والمتدربين يشيدون لهذا العمل زين. هني ايضا عندنا الملفات المساعده، ممكن انك تحصل الاشياء اللي تساعدك مثل المعاملات مثلا، او المعامل اللي اخذناها عند الاستاذ عبد الله الحيلان، برنامج تحويل النص العادي الى شفرة قيصر مثلا، موقع للتشفير وفك التشفير. هني مثلا الملفات اللي اخذناها. هني ايضا عندنا الاختبارات المتوقعه، ما باكيد هذه الاختبارات راح تجي لك، ولكن احنا في مذاكراتنا لخصنا بعض الامور زين لما كنا في اساسيات الامن السيبراني. فهذه الامور من المحتمل ان تجي لك هذه الاسئله زين. انا ما اقدر اضمن لك 100%، ولكن ذاكر بناء عليها زين، قد تساعدك زين. لان اول مره تدخل اختبار امن سيبراني او غيره بتحتاج اسئله متوقع ان هي تجي في الاختبار، فانا ساعدتك ان في عندك مساعده انك انت تقدر انك اللي هو تجي وتحل الاسئله وتختبر نفسك زين. خلينا ايضا نكمل. فبهذا الشكل طبعا في كافه المواد الى الان ما بعد احط كل المحتويات زين،
في مقررات للأسف ما بعد نضيفها زين، لكن أنا بحاول إن أنا أشوف لك اللي هو البثوث مذاكرة وسوالف، راح ألخص لك اللي هو الأشياء اللي طلعنا بها أنا ويا الشباب خلال اللي هو السمسترات الماضية زين. أيوه، فالمواد مرتبة بهذا النحو، كل المقررات راح تلاحظ إن هي مرتبة بهذا النحو الجميل زين. أيضا عندك اللي هو المذاكرة والسوالف راح تشوفها في آخر اللي هو الفصل الدراسي زين. حلو، فبهذا النحو أيضا عندنا اللي هو الفصل الثاني نفس الآلية تماما. فإذا جيت هني راح تشوف ملفات مساعدة، طبعا ما بعد اللي هو نحط حق كل المواد بالنسبة حق الاختبارات، لكن في اختبارات متوقعة مثلا حق المصادر المفتوحة، نضغط هني راح تشوف اللي هو اختبار متوقع، مو بأكيد انه راح يجي لكن متوقع، اسئلة متوقع انه تجي كاختبار لك في اللي هو المصادر المفتوحة. جميل. بالنسبة لنا احنا الآن في الفصل الثالث، انا يا شباب طبعا انا قاعد استنى الشباب، ما ادري بيجون ولا لا، انا فتحت بث بس ما اعرف اذا هم بيجون ولا لا زين. عندنا هني بالنسبة حق الفصل الثالث احنا عندنا الان اللي هو المواد، طبعا ما نزلت لي كل المواد، حطيت المواد اللي نزلت ليهم زين، مثلا امن الشبكات والاتصالات زين، مثلا اللي هو تامين تطوير البرمجيات، واللي هو امن الحوسبه السحابيه زين. على اي حال ودي انكم تعلقون تكتبون في التعليقات رايكم باللي هو العمل الجديد هذا، رأيكم بالمستوى، المستوى التطوير هذا، التطوير اللي صار في اللي هو الموقع، هل يخدم المتدربين والمدربين ولا لا زين. أرجو كتابة كل هذا في التعليقات من أجل أن أنا أعود له وأحسن من اللي هو الموقع على حسب تعليقاتكم. يعطيكم الصحة والعافية، خلونا الآن نبدأ في اللي هو المذاكرة زين. حبيب ما قصر الله يعطيه العافية كعادته، أرسل لنا الملخص حق اللي هو الأسئلة المحتمل إن هي تجي في اختبار القد زين، بناء عليه راح نذاكر. حلو، أيضا هذه راح يتم وضعها بإذن الله في الموقع، طبعا إذا جيتوا هنا في الموقع ورحتوا على الاختبارات في الأمن الشبكات راح تلاحظون إن فيه اللي هو ثلاث اختبارات، اللي هو اختبارات سيسكو، واختبار سيسكو اللي هو 2.0 هذا اللي جاب من حبيب ولخص، هني 2.1 زين، وهني ايضا الفصل الاول اذا الان نعمل عليه زين، ما بعد انهي اللي هو الاختبار الاسئله المتوقعه في اختبار القد عند اللي هو امن الشبكات والاتصالات. جميل، ان شاء الله راح نحل ولو انهم اسئله مو بواجد، ما بعد احط الاسئله كلها، حبيب ربما لخص كل شيء بس انا الى الان ما خلصت زين. ان شاء الله اذا خلصتهم راح نختبر او نجري اختبار بناء على هذه اللي هو نقدر نقول الفورم زين. الان خلونا نتكلم عن الاختبار من القاد اللي لخصه حبيب هني. انا بالنسبة لي الاسلوبي هو ان احنا نفهم بداية، مشكلة ان ممنوع الترجمة بكرة، ولكن على الاقل ان احنا نفهم افضل من ان احنا نحفظ زين، فما اشوف ان الحفظ اسلوب جيد زين. السؤال الاول خلنا نشوف، ما هي طريقة التي يمكن استخدامها للتخفيف من عمليات المسح زين بينج؟ يقول لك ان في البينج احيانا يستمر بشكل متكرر زين، فالبعض الهاكرز يستقل هذه الثغرة ويخلي البينج يستمر الى ما لا نهاية، دائما يسوي بينج 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 حق الجهاز. كيف ان احنا نتخلص من هذه العملية؟ نتخلص منها حفظوا الاي سي اي سي ام بي زين، هو بروتوكول حق انه يسوي لك بلوك حق اللي هو حق البنج زين. فلو جا لكم في القاعد راح تكونون لاي خيار في الاي سي ام بي زين. خلينا نشوف، حضروا ردود صدى اي سي ام بي
وردود الصدى عند حافة الشبكة. زين بلوكينج اي سي بي ايكو اند ايكو ريبليسز ات ذا نتورك ايدج. زين خلينا نشوف ايضا اللي هو الشيء الثاني. مشكور يا حبيب على هذا الانجاز الرائع حبيب الفرعي، انشأ لنا هذا هذه الورقه اللي فيها الاختبارات اللي فيها ملخص حق الاسئله المحتوى اللي هي تجي في القلب. ما هي المكونات الثلاثه الرئيسيه لهجوم الدوده؟ زين انا ما ادري والله شنو هجوم الدوده المقصود به، زين لكن شنو المكونات الرئيسيه؟ من ممكن نحن نشوفها في جوجل شنو هذا اختبار الدوده او الدوده او شيء من القبيل. زين هني مثلا حاطين لنا صور، حاطين لنا الدوده تطلع من الكمبيوتر، بس ما ادري والله ايش معنى اختبار الدوده. زين خلينا نشوف هذه، اتوقع انه يصيب اكثر من جهاز في نفس الوقت تقريبا. زين على اي حال خلينا نشوف شنو اللي هو مشكله هذه الدوده. جيد، ما هي المكونات الثلاثة الرئيسية لهجوم الدودة؟ زين بالانجليزي what are the three major زين components of a worm attack. hello شنو الذيلي الثلاثة؟ خلينا نشوف أول واحد. الحمولة بايلود اسمها. Black small square a payload. A payload. Okay. A payload هي الحمولة، يعني أحيانا أنا أحفظ من خلال الصور يا شباب. حط في جوجل واشوف الصوره اللي تطلع لنا، والله ما ادري اذا شكل حموله الصاروخ. زين فبهالشكل يعني احفظ بحيث ان انا ما انسى. حلو عندنا ايضا هذه، خلينا نشوف تمكين الضعف. Black small square and enabling vulnerability. زين ضعف التمكين، ضعف التمكين بالضبط. نشوف نبحث. ما فهم شيء من غير الصور. طيب خلينا نشوف، نحفظ الاسم عن enabling volume. خلينا نشوف، خلي تنطقها an enabling vulnerability. Vulnerability زين انا ما ادري والله ايش معناته، ايش المقصد منها بالضبط، انه هي حل شو اسمه سوي حق اللي هو اختراق الدودة. زين ممكن ان اذا عندكم شيء كتبوه في التعليقات نشوفه بعدين، راح يساهم في اللي هو معرفة الشباب هذه الامور. انتوا عندكم خبرة آلية الانتشار، انتبهوا هني في آلية الانتشار. زين من خلال شغلية اللي سويته هنا، هني زين في آلية الانتشار الخيارات متشابهة تماما، فلازم تحفظونها بطريقة معينة. زي وين اختبار الدودة؟ طب نشوف نحفظها عن طريق وورن. خيارات أوه 7 مرات ما شاء الله. وورن أيوة هذا وورن أتاك. لو تلاحظون هني عندنا خيارات متشابهة حيل، فانتبهوا بكرة أكيد بتكون الخيارات متشابهة جدا،
فانتبهوا حيل على هذه النقطة. زين، أنا ما أدري والله كيف أحفظها بس بحاول يعني. أبروبينشن، أبروبينشن. يعني لحظة وياي، الحين بقول أبروبينشن، هذه بلصقها هني عشان أنا أشوف شو القضية. شباب لو تلاحظون هذه الإجابة الصحيحة. زين، أبروبينشن، بس اللي فوقها بروبينج، متشابهة حيل يعني وياها. زين، ما أدري والله إيش معناته بروبينج، التحقيق مثلا، جاس تحقيق المحقق، وهذه معناتها أيضا مختلف، التكاثر، نشر، انتشار. زين، فبالإنجليزي متشابهة حيل المسميات، عرفتوا شلون؟ فأرجو الحرص يعني إن إذا جيتوا تختارون مثلا هذا الخيار وهذا الخيار والخيار الثالث اللي هو enabling vulnerability. زين، فبهالشكل هذه الخيارات الصحيحة فبهذا النحو. زين، فحرصوا على أن تختارون الإجابة الصحيحة، لأن بتكون الإجابات الأخرى متشابهة تماما. زين، خلنا الحين أيضا نستمر في السؤال اللي يليه. السؤال اللي يليه هو السؤال الثالث. زين، ما العبارة التي تميز بدقة تطور التهديدات لأمن الشبكة؟ زين، بالإنجليزي which statement accordingly characterizes. زين، والله أنا الإنجليزي عندي مبحيل يا شباب، فإذا في واحد عنده إنجليزي يدخل ويانا. Which statement accurately characterizes the evolution of threats to network security? زين، عموما انت حفظوها بهالشكل. حبيب كانت عنده اسلوب انه هو يحفظ جزء من السؤال. زين، هو لان بكره ما عندنا ترجمه، فبنضطر ان احنا نستخدم طريقه حبيب. واضح؟ يعني مثلا نحفظ هذه العباره مثلا. زين، هذه العباره نحفظها على سبيل المثال، ونقول ان هذه العبارة قد تجينا بكرة. زين، هذا الاسلوب ينفع مع البكرة، يميز بدقة. Accurately characterizes. Accurately characterizes. انا شوي النطق عندي في الانجليزي شوي صعب حقيقة، لوي الكلام الانجليزي يمثل تحدي حقيقة بالنسبة لي. Internal threats can cause even greater damage than external threats. يمكن أن تسبب التهديدات الداخلية أضرارا أكبر من التهديدات الخارجية. خلونا نذهب بعيدا عن الترجمة، احنا جايين حق نتعلم انجليزي، احنا جايين عشان نتعلم شبكات. زين، ما ادري، انا ما اشوف ان الانصاف ان ما يكون لحظة، في واحد يسأل شن الاجتماع له. شبكات ابو مش انا ابي انا اصلا. زين، ما من الانصاف ان احنا نختبر او ان احنا نتعلم انجليزي اثناء تعلمنا الشبكات، انا ما اشوف ان هذا انصاف. زين، ولكن في نفس الوقت علينا ان احنا نتعلم اللغة، ايش نسوي؟ زين، انا بحاول ان انا افهمكم بالعربي، والانجليزي على حفظه انتم الله يعينكم. طيب، خلونا نستأنف الحكي اللي عندنا. هني يمكن أن تسبب، شوفوا الفصل الأول كله بو حق الأمن السبراني. زين، يمكن أن تسبب التهديدات الداخلية أضرارا أكبر من التهديدات الخارجية. إحنا مثل ما نعرف، لما درسنا أساسيات الأمن السبراني كان يقال دائما أن التهديد الداخلي، أن مثلا الموظفين الموجودين في الشركة ما يعرفون يتعاملون مع المعلومات، هني يهدد ضرر أو يسبب ضرر
اكبر بكثير من اللي هو الهاكر اللي بيجي لهم من الخارج، زين، او الكراكر، زين. فالمقصد هني ان هذا الاجابه، الاجابه اللي هو انترنال، انترنال داخلي، زين. فهني نختار كلمه انترنال، وانترنال يسبب اللي هو الضرر اكثر من اكسترنال، زين. فمعظم الشركات، زين، عشان ترسخ في بالكم، معظم الشركات شو تقول؟ تقول والله لا راح نرسل ايميلات توعويه باستمرار حق الموظفين من اجل انهم يكونوا افضل من ناحيه الامن السبب، من ناحيه انهم ما يضغطون على الروابط المشبوهه، ما يفتحون الملفات المشبوهه، وهكذا. ايضا الموثوقيه في الايميل، لابد انه يكون واثق من الايميل، واثق من صاحب الايميل، بعدين يفتحه، ما يفتح اي ايميل، وهكذا. فدائما ينشرون الشركات بهذا النحو. طيب، هنشوف السؤال الرابع وبعد بنوقف شوي. استنى الشباب. ما الذي يسبب تجاوز سعة المخزن المؤقت؟ شو اسم اللي يسبب، ما الذي يسبب تجاوز سعة المخزن المؤقت؟ زين؟ زين. أنا ما فاهم حيل حد. شنو المخزن المؤقت؟ طيب خلينا نشوف، خلينا نبحث عن بالصور، ممكن نحن نفهم شو القصة. الواضح ان حق الرام ذي، خلص الرام وليش صار؟ انا ما فاهم شيء حبيبي. هذا اوفر فلو زايد على اللازم، باسورد زيادة على اللي هو 2. زين، خلينا نشوف. محاولة كتابة بيانات إلى موقع ذاكرة أكثر مما يمكن أن يستوعب هذا الموقع، زين. ان شو اسمه ذي اللي هو نفس اللي هني، زين. انت قاعد تحاول انك تكتب اكثر من اللزوم، زين. فهذا هو تعريفه. فرايت مور هي الكلمة اللي ربما توصلنا حق المعنى، رايت مور داتا، رايت مور داتا اون ميموري لوكيشن ذان ذات لوكيشن كان هولد، زين. ما نقدر نحط أكثر من اللزوم، زين. فخلنا نشوف اللي بعده. شو اسمه قاعد يقول؟ ما الذي يحفز مجرمي الإنترنت بشكل عام على مهاجمة الشبكات مقارنة بالمتسللين أو المتسللين الذين ترعاهم الدولة؟ زين، اسم اللي يحفز المجرمين من الانترنت بشكل عام على مهاجمة الشبكات. ليش يهاجمون الشبكات اللي هو مجرمين الانترنت، زين. هني لازم ان احنا نحفظ في السؤال اللي هو سايبر كرايمنال، زين، ات اتاك، زين. فخلنا نترجم هذا، معناته المتسللين، مجرمين الانترنت. Cyber criminals to attack. Cyber criminal، زين، هذه معناته اللي هو مجرمين الانترنت، زين. شو اسم اللي يحفزهم؟ Cynical giant تقريبا. مكاسب مالية، زين. في مكاسب مالية وراء هذا العمل اللي هم يسوونه، واضح؟ خلنا نتوقف الحين قليلا ثم بنستأنف. Financial gain. السلام عليكم عبد الله. يا عبد الله عبد العزيز. السلام عليكم. هل تسمعوني؟ طيب. يلا على ما يرد عبد الله، خلنا نشوف اللي هو نستأنف.
الأسئلة الباقية. لأن احنا وصلنا حق السؤال الخامس وقلنا أن الهاكرز زين يكون مكسبهم مالي من خلال الهجمات اللي هم يعدون لها. طيب الآن السؤال اللي بعده، which two network security solutions يعني حلول solutions حلول زين can be used to mitigate those attacks زين. هني السؤال من الواضح انه اختيار اجابتين زين، والواضح السؤال ما حلان لان الشبكه يمكن استخدامهما زين، ما الحلان المفروض ما الحلان اللذان الامن الشبكه يمكن استخدامها لتخفيف من هجمات دوز، شنو اسم الحلين اللي يمكن من خلالهما زين التخفيف من هجمات دوز زين. يقول هني ان الحلين عندنا، هذا الحل الاول زين، أنظمة حماية من التسلل زين، أنظمة حماية من التسلل زين، أو أنظمة intrusion protection systems intrusion protection systems زين، أنظمة حماية التطفل. لأن نحن نشوف صورة بحيث أنها ترسخ في بالنا في الغد زي ما نضيع ونروح نسوي شيء آخر، فخلنا نكتب له هذه العبارة حلو اللي هي أنظمة اللي هو عدم التطفل، هذا هي الواضح إنه تنحط حتى بعد اللي هو جدار الحماية واضح. إذن هذه الأولى، الثانية شنو هي؟ خلينا نشوف تقنيات مكافحة الانتحال زين، ان واحد ما يقدر ينتحل شخصية احد ثاني زين. اتوقع ان هذه مثال وحاط مثال عليها على الانتحال، ان بصمة الوجه مثلا زين، عندكم بصمة اليد، هذه كلها حق عدم الانتحال واضح. فكل هذه الاشياء او هذه الاشيئين اللي ممكن ينقذونا من اللي هو هجمات الدوز زين، اللي هو تقنيات عدم الانتحال اللي هي اللي موجودة مثلا في اجهزة الجوالة مثل البصمة واللي هو بصمة الوجه وبصمة الأصبع. جيد، الآن خلنا نستأنف. إذن عدم الانتحال اللي اسمه بالإنجليزي anti-spoofing technologies. anti-spoofing technologies زين، اللي هي حق بصمة اليد أو بصمة العين إلى آخره، anti-spoofing technologies أوكي. حفظوا هذا النحو لأن بكرة الاختبار راح يكون في ترجمة زين. أيضا هني which two statements زين characters زين does attach. طيب نشوف ما هي العبارتان اللتان تميزان هجمات دوز زين، شنو العبارتين اللي ممكن نحن نحطهم حق ان احنا نعبر عن اللي هو اختراق دوز او هجمات دوز زين. بدكم نشوف هجمات دوز شنو بالضبط عشان ترسخ ببالنا، خلينا نجرب. زين هذا هجمات دوز بس ما ادري شن سيرفرات واجد وما ادري والله أجهزة واجد، أجهزة واجد شكلها تتصل بنفس السيرفر، هذا دوز شكلها يعني، هذا اللي فهمته. زين، فبهالشكل.
حلو. إذا شنو المميزتين اللي تميز اللي هو نظام جوز زين أو ويندوز كاركترز دي اللي هو معناته مميزة تقريبا إيه characterize 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 هذه تميز زين. خلينا نشوف اللي هو الإجابتين الموجودتين ها هنا زين. تشمل الأمثلة هجمات السنافر وهجمات بينج أوف ديث. حلو. مثال اللي هو هجمات السنافر، ما أدري والله شو هجمات السنافر، لا أعرف السنافر ما أدري رسوم متحركة بس ما أعرف غير ذلك يعني، بس خلينا نشوف شنو هجمات السنافر ذي. ما أعرف ليش يعني يسمونه سنافر، يعني في لون أزرق ولا إيش السوالف، ولا في طبقة بيضة مثل ما ندري يعني. أيوة. فالمهم من الأمثلة على هجمات دوز هجمات السنافر زين، اللي هي and bang of death attacks. أتوقع اللي هو هل اللي هو السنافر نفس بينج، والله ما أعرف يعني. البنج هني بنج اوف ديث هذه يعني يبنق على الجهاز لمين الجهاز يموت، واضح؟ فبهالشكل بنج اوف ديث زين. فعموما خلنا نحفظها بالشكل examples include زين سمورف اتاكس اللي هو سنافر يعني and bing of death attacks. جميل. they attainment they attainment to compress of the اللي هو خلنا نشوف اللي هو ترجمات بعدين نشوفه زين. نحطها بالشكل يحاولون المساومة على توفر شبكة أو مضيف أو تطبيق زين. هم المساومة المساومة هنا يعني على توفر شبكة أو مضيف أو تطبيق، أدري والله. يحاولون أنهم يشوفون يعني هذا هم السنافر اللي نعرفهم هذيلي، بس ما أعرف السنافر البقية زي اللي إحنا ندرسه ما أعرف حقيقة. واضح إنهم يحاولون إنهم يهجمون على أي حال، شيء يكون إذا عندك شبكة ولا ما عندك شبكة ولا إيش السالفة، بعدين يهجمون عليك. ما في وايد يعني يهجمون بيهجمون. جيد، خلينا نستأنف. إذا يحاولون المساومة على إنك أنت موجود عندك نتورك وهوست وهوست وأبلكيشن عشان يهجمون عليك. ثمانية خلنا أول شيء نقرأ السؤال. يستخدم المهاجم جهاز الكمبيوتر محمول كنقطة وصول خادعة لالتقاط كل كلمة حركة مرور الشبكة من مستخدم مستهدف أي نوع من الهجوم هذا. جهاز كمبيوتر محمول كنقطة وصول خادعة لالتقاط كل حركة مرور. شفتوا شلون؟ بس هني شنو قاصد من هو سؤال. يستخدم المهاجم جهاز كمبيوتر محمول كنقطة وصول خادعة لالتقاط كل حركة مرور الشبكة من مستخدم مستهدف أي نوع من الهجوم هذا. شنو اسم الهجوم هذه؟ يعني شو اسمه قال يقول لك، يقول لك ان هذا المهاجم جو حاط له كمبيوتر، هذا الكمبيوتر هو نقطة الوصول الخادعة زين،
في حقيقة الأمر أن الأمر اللي أنت قاعد تقوله ما يوصل حق السيرفر، يوصل حق شخص في الوسط بينك وبين السيرفر، زين، لالتقاط كل حركة مرور في الشبكة، زين، من المستخدم المستهدف. أي نوع من هذا الهجوم هذا على طول راح تقول له مين إن ذا ميدل، اللي هو رجل المنتصف، زين. خلينا نشوف الاتصال بيطفى ولا في أحد راح يدخل، زين. مين إن ذا ميدل، اللي هو رجل المنتصف، جميل، جيد. ما المجال الوظيفي لإطار عمل حماية مؤسسة شبكة سيسكو المسؤول عن الحزم التي ينشئها الجهاز والمطلوبة لتشغيل شبكة أو الشبكة مثل تبادل الرسائل ARP وإعلانات التوجيه؟ زين. ما فهمت عادل، بس اللي هو الكنترول بانل، الكنترول بلين. نشوف شنو الكنترول بلين. ممكن بعدين بعد نشوف الخيارات، يعني انا في نهاية كل فاصل راح احل الاسئلة مالتها، زين، وياكم. طيب، ما هي المكونات الثلاثة لأمن المعلومات التي يضمنها التشفير؟ زين، المكونات الثلاثة لأمن الشبكة المعلومات التي يضمنها التشفير. إيه، التشفير بيضمن أشياء ثلاثة درسناها في الأمن السبراني وتعمقنا فيها، فلا تنسونها، زين. أساسيات الأمن السبراني أخذناها، اللي هي الأولى السرية، زين، هذا في أمن المعلومات طبعا. Confidentiality. 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 زين، وعندنا الثانية نزاهة. Integrity. Integrity. زين. Integrity. نزاهة. Integrity. زين. والأخيرة هي التوافر. زين. هذه الأشياء دائما ناخذها أصلا، فحفظوها حفاظا. Availability. 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 السؤال الحادي عشر، خلينا نشوفه. شكرا حبيبي على هذا التلخيص، يعطيك العافية حقيقة. ما هي الطريقة الأساسية للتخفيف من البرامج الضارة؟ يقول لك شنو الطريقة اللي نقدر نخليها نخفف من البرامج الضارة؟ طيب، هذا اللي نقدر نسويه من خلال البرامج الضارة، تثبيت برامج مكافحة الفيروسات على جميع الأجهزة المضيفة، عشان نحن نفسخ من ذي لازم نحن نثبت. زين، هوني هو يقول لك what is the primary method of mitigating malware. مش معنات malware بس، البرمجيات الخبيثة من وين معناتها، زين. ما هو هدف هجوم ترعات الدولة؟ اتوقع ترعات الدولة، وين ما اسمع بعد هجوم ذي. ترعات الدولة،
واضح انه دولة ذي الهجوم من دولة الى دولة. زين حلو، خلينا نشوف فايدة اللغة ترعى الدولة. جيد، لتصحيح الخطأ المتصور. جميل جميل، نشوف اللي بعده. To write a very directive تقريبا wrong. Perceived. Received. Received. Black small square to write a perceived wrong. ما الدور الذي تلعبه عمليات الاستخبارات الأمنية SIO في بنية سيسكو سكوير اكس؟ زين حلو، ما الدور الذي تلعبه عملية الاستخبارات؟ What role does the security What role does the Security Intelligence Operations (SIO) play in the Cisco SecureX architecture? نقول لكم تحديد ووقت حركة المرور الضارة. زين، تحدد وقف اللي هو حركة مرور الضارة. Identifying and stopping malicious traffic. توقفهم، تحددهم وتوقفهم. حلو، يعني حفظوا stopping. حلو، هذا اتوقع حصان طروادة ولا خلينا نشوف. ما هي مرحلة التخفيف من الديدان؟ ديدان هذا ورم صح؟ زين، من الديدان التي تتضمن التطهير الفعال للأنظمة المصابة. زين، خلينا نشوف. What worm mitigation phase involves actively disinfecting infected systems? لازم تحفظون، لازم تراتمنت معناته علاج، بس ما ادري ايش القصد من كلمة علاج. علاج او معاملة. تريتمنت. تريتمنت. زين، الله جاب لي طبيب اطباء زي كذا. زين، فعموما العلاج هو. جميل. How is a smurf attack conducted? زين، شو كلمة conducted شو معناته؟ كيف يتم تنفيذ هجوم السنافر؟ شلون سوى هجوم السنافر؟ نقعد نفصل حول هجوم السنافر، هذا شيء ايجابي لان احنا ما نعرف ده.
من خلال إرسال عدد كبير من طلبات ICMP زين إلى عناوين البث الموجهة عن من عنوان مصدر مخادع على نفس الشبكة. الواضح أنه هو يرسل بينج واجد زين، عدد لا نهائي من البينج من خلال إرسال عدد كبير من طلبات ICMP. ICMP تقريبا هو تبع البينج أو شيء من قبيل زين، إلى عناوين البث الموجهة من عنوان مصدر المخادع في نفس الشبكة. هنروح نشوف اللي هو الـ ICMP هنا. زين هذا هو الـ ICMP، وهني قاعد يبنق أحس، شوف لو تلاحظون ريكوست بعدين رجع له ريبلاي، معناته إنه هو اللي هو البنج العايد اللي إحنا نسويه. زين فانك تبنج بعدد غير منتهي هذا يسمونه المستنافر. زين الان خلنا نشوف ايضا ما هي خاصية حصان الطروادة من حيث صلتها بأمان الشبكة. حلو، خلينا نشوف خاصية حصان طروادة. حصان طروادة تروجون تروجين تروجين تقريبا تروجين هورس. What is a characteristic of a Trojan horse as it relates to network security? تروجين هورس زين، حصان طروادة انتوا عارفين قصته زين. حصان طروادة يستخدموه في الحروب القديمة بحيث انهم يدخلون عليهم في القرية او في البلدة او المنطقة اللي بيغزونها، بعدين يطلع كلهم متروس جنود. هذا هو حصان طروادة زين، يطلع متروس جنود، يطلعون الجنود من كل جانب، من ثم يهجمون على هذه القرية ويشفكون اهل اللي هو البلد الموجودة فيها. هذا الجنود لو تلاحظون الجنود هني نحطهم في النص هني، يطلعون يغزون المنطقة كلها. هاي يسمونه حصان طروادة. طيب ما علينا من القصة التاريخية حق حصان طروادة، علينا من الهجوم طروادة زين. What is the اللي هو character races then of a Trojan horse as it اللي هو شوف نسيت السؤال أصلا. ما هي خاصية حصان طروادة من حيث صلتها بأمان الشبكة زين؟ نقرأ على السريع لأن الأسئلة واجد حيل، فبنخلص نبغى نخلصهم على السريع زين. البرامج الضارة موجودة في برنامج أو برامج المفروض لا برنامج قابل للتنفيذ يبدو أنه مشروع زين. بسندر وعد الواضح يعني يكون في برنامج قابل للتنفيذ ذات الـ EXE يتوقع يبدو أنه مشروع زين، مشروع المفروض لأنه برنامج يعني قابل للتثبيت. إيه شوفوا، يتم تضمين البرامج الضارة في برنامج قابل للتثبيت يبدو أنه شرعي. شرعي اوكي يعني من شركة من هذا الحكي، لكنه في حقيقة الأمر لا، هذه عبارة عن حصان طروادة زين. خلينا نشوف السؤال اللي يليه. يلا إن شاء الله اللي جينا نحل الأسئلة نحاول نحن نوضح أكثر. ما هي الخطوة الأولى في عملية إدارة المخاطر المحددة
قبل اي اس او اي اي سي. زين هني ممكن نحفظ اللي هو الاي او اس او والاي اي سي، ممكن تمنيت ان احد يدخل وياي، لكن للاسف الجماعه اللي ويانا ما يدخلون عاده بالبثوث، ولا ادري ليش يعني، انا زعلانين وايش قصتهم. قم باجراء تقييم للمخاطر. زين أول خطوة تسويها تقوم إنك تسوي تحديد للمخاطر. هني تتغير الترجمة في حالة إنك حطيتها بالرموز. قم بإجراء تقييم للمخاطر، أي نفس الشيء. Conduct a risk assessment. جميل. هني ما هي السمة المميزة للبرامج الضارة الدودة؟ زين شو اسمه يميز الدودة؟ ما هي السمة الموجودة في الدودة؟ هذا خلينا نشوف الحين شو اسمه قصتها الدودة ذي. يمكن أن تعمل الدودة بشكل مستقل عن النظام المضيف. الدودة ممكن أن تستقل عن النظام المضيف أو مكان execute. زين تشتغل independent. زين independently of the host system. زين وش condition؟ ما هو الشرط الذي يصف التهديد المحتمل الذي تم إنشاؤه بواسطة instant on في مركز البيانات عندما يكون جهاز VM؟ حلو. أوه أنا حددت السؤال الثاني. When a VM VM اللي هو المقصود الـ virtual machine. عندما يتم إحضار جهاز افتراضي قد يحتوي على سياسات أمان قديمة عبر الإنترنت بعد فترة طويلة من عدم النشاط. زين هني يقول لكم ما هي المكونات الأساسية الثلاثة لحل مركز البيانات الآمن من سيسكو؟ ثلاثة. What are the three core components of the Cisco Secure Data Center solution? Choose three. Secure segmentation. Secure segmentation تجزئة آمنة. Visibility اللي هو مرئي أو شيء مرئي. الرؤية. دفاع ضد التهديد. الدفاع threat defense. threat defense. threat defense. زين زين ما بقى لنا كم سؤال على الباب الأول على الأقل. يستخدم موظف ساخط وايرشارك. زين واير شارك
لاكتشاف أسماء مستخدمين وكلمات المرور تلت الإدارية. ما نوع هجوم الشبكة الذي يصفه هذا؟ أول شيء علينا أن نحن نعرف التلنت. طبعا أنا ما أعرف ذي المعلومة، ولكن أمس أنا طلعت مع محمد العيسى أحد الزملاء الله يعطيه العافية، زين، ف يعني نتناقش عن التجارب اللي إن شاء الله راح يكون اختبارهم من الأحد، بكرة إن شاء الله راح أبث بخصوصهم على الأغلب. زين، فقال لي إن في فارق بين الـ SSH والتلنت. قلت له شو الفارق بينهم؟ قال لي الـ SSH هو عن بعد، واضح إن إحنا ندعم أو نسوي اللي نبيه عن بعد، زين، فنسوي عن طريق بروتوكول الـ SSH. بينما التلنت هو إنك أنت تاخذ اللي هو جهازك البي سي وتشبكه عن طريق واير اللي هو الكونسول، زين، وتحاول إنك تعدل عليه وهكذا، زين، فهذا يسمونه اللي هو تلنت، يسمونه اللي هو إي نعم يسمونه تلنت. فبهذا النحو فاللي تعلمت منه الله يعطيه العافية، فالآن نقدر نقول إن إحنا عرفنا الفرق بين ذي الاثنين. فخلينا نشوف السؤال. يقول لكم يستخدم موظف ساخط، واحد ما مشتهي، مو بطايج شركته، موظف مو بطايج شركته، يستخدم شيء اسمه واير شيرك، زين، لاكتشاف اسماء مستخدمين وكلمات المرور تلنت الاداريه. ما نوع الهجوم الذي ما نوع هجوم الشبكه الذي يصفه هذا؟ زين، شو اسم نوع هذه الهجوم؟ أول خلينا نشوف طبعا قبل واير شارك. خلي أنا بعد أشوف الشباب، محمد العيسى وأحمد وحبيب ممكن يكون يدخلوني أنا، لحظة بس. مساك الله بالورد أحمد. أهلا بيك، أهلا بالورد، هلا أهلا أحمد، بعد، شو أخبارك؟ شو مساوي؟ طيب أهلا بيك، شلون؟ تمام والله الحمد لله، أنت أخبارك؟ والله الحمد لله، ابشرك الله يعطيك الصحه مستعد؟ والعافيه. والله قاعد نستعد الاختبار، شكله شايل، عرفت، بس خلي بس بشوف لحظه، دوم بشوف ام محمد العيسى، زين، وبكلمك لحظه بس. ها انا احتمال يدخل يونا ماشي شوي. خضراء اوكي. حياك يا احمد، هلا والله، شو هلا اخبارك؟ بيك، امورك هلا طيب؟ نايم والله الحمد لله. اه محمد نايم ولا جالس؟ محمد يقول لي وصل الأهل، عرفت، فيقول إن شاء الله إذا الله وصل يسامحك. إلى وجهته بيدخل يعني إن شاء الله، عرفت، فخذ زين انتظاره لما يوصل اوه وجهته. ذكرت ولا كيف يا محمد؟ اتشبشت؟ والله هذا انا قاعد اذاكر، انا قاعد اذاكر أما إحنا يوم تكلم. جهزنا الأسئلة، ما إن شاء الله جهزها حبيب، فممكن بعد حلو مداخلاتك ومداخلاتك اكيد راح تنقذي، لان انا ما بحيل في الشبكات حقيقة، زين، انا ممتاز في حتى الانترنت انا في ومشي. الشبكات ترى مو بذاك شو يسمونه، شلون؟ وانا دعم فني ضايع، وانا الدعم الفني ضايع، انت متخصصك كان انت اكثر مني يا جه. اي والله ضايع، حد لا برمجة ولا شبكات. يعني مثلا دي الله الواير يعينك، شارك والله ما ادري هذه ليش النظرية ليه؟ دخلت عليه هني، طلع لي حوت وما ادري ايش مطلع، ما ادري والله ايش اسمه الواير شارك، زين، بس خلينا نشوف يمكن مع استمرار الاختراع نفهم هني. هذه النظرية، ها هذه النظرية. ايه النظري؟ أرسل الله عليك، أرسل لي واتساب، هذا جمعهم كلهم ولا بس وحدة معينة؟ لا جمعهم كلهم، ما بيون الجروب انت يا احمد. لا والله طلبت يضيفوني بس ما ضافوني مع بعدين شوف الأسف. انا كأنهم عطوني الاكسس ان انا اضيف، خلي اضيفك الحين اذا هم صدق اعطوني. اي والله اعطوني الاكسس، خلي اضيفك احمد. احمد اسمح حمولتك احمد زيد. أفا ليه ياسين؟ ياسين صح. خاصم درجتين من الحين ترى. الله يعينك محمد، خذ
بنت محمد العيسى. موجود سيدنا محمد عيسى اه موجود موجود. ما شاء الله زين. بس بس انت اسمك موجود. طيب يا طويل العمر خليني ارسل لك. لا بيكون كل شيء موجود، انا عالمك الحين وين كل شيء بيكون موجود. شفت هذا الموقع اللي انا سويته؟ طبعا طورته انا ايوه الموقع، هذا هو الموقع ذا. اي لاحظ الدخان كان قبل يومين تقريبا قبل يوم او يومين ارسله لك؟ لاحظت التغير لاحظت التغير؟ اي لانك رسله دخلت رسله علي يعني، دخلت علي اي صح؟ دخلت موقع اي هذا موقع اي الان دخلت العمر موقع السلامه. حاليا اذا رحت على الماده راح يطلع لك 3 علامات تبويب. زين هني في حلو عندك اللي هو الاختبارات المتوقعه. زين اذا رحت على الاختبار الفصل الاول الحين طبعا ضغطت عليه راح يجيب لك اللي هو الاسئله مرتبه بهالشكل، جاوب عليها وترسلها وتشوف النتيجه. تختبر نفسك قبل لا تروح اختبار، فهمت قصدي؟ الفصل الأول أيوة شنو اسمه؟ ما شفت اسمه اسم شنو؟ دقيقة اللي هو الأستاذ نفسه ما شفت اسمه ما شفت مادته ما طلعت لي أمن الشبكات والاتصالات أول واحد بيشوفها شبكات دقيقة على الجوال ولا على الكمبيوتر؟ الفصل الثالث، مقررات الفصل الثالث. دقيقة الجوال أيوة شفت زين يا طويل العمر، طبعا ما بعد أخلص ألو فيهم إلا دقيقة فيهم، ما بعد أخلصهم. وفي مع رابط حبيب الحين بعد بعد شو بحط لك وتشوفه. زين وعندك هنا ملفات المستشفى اللي موجود فيها معك كتب التجارب، هذا موجود هنا. اوكي احنا الواجب حق قصدي الاختبار اللي مسويه حبيب المرعي طيب موجود هنا بنحطه بعد شوي بعد الاجتماع مباشرة، راح احطه راح يكون متواجد هنا. حاليا مش موجود صحيح؟ اي بعد شوي ما بنحطه، ما شفت لين راح جوا يكون موجود خل بعد شوي. اوكي جوا خل اوكي اي طيب اوكي خلينا جوا خل نشوف اللي هو الشغل. حبيب الله يعطيه العافية. وين وين يلا. طيب طبعا حبيب سوى الجهني، وبعدين راح على الاختبارات اللي هني، وبعدين راح على 2.0 وراح يشوف الاختبارات. هذا طبعا الرابط انت اعطيتني اياه يا احمد، انا قصرت الله يعطيك العافيه، طلع لك طيب كلام بسيط. والله عافية زين ويجي بعدين هنا الاسئله حلو جمعهم كلهم لان حبيب ما قصر الله يعطيه العافيه. زين احنا الحين الله قاعدين يعافيك ونذاكر بناء على هذه الاسئله. جميل. على حسب حلو افاده الشباب انه راح يجيب من هذه الاسئله صحيح؟ كم عدد الأسئلة اللي بالإضافة طابعة لكم أحمد؟ سؤال من ذيلي يعني بيجيب من ذيلي الأسئلة بالإضافة إن هو يجيب كم سؤال من عنده يعني 3 أسئلة سؤالين 3 أسئلة بالكثير 4 يجيب من عنده يعني من الشباتر اللي درسناهم اللي يجيب درجة خاملة شو يسوي؟ الله يعينه يذاكر عادل يذاكر كل شيء داخل كل شيء. إلا إذا هالمرة جاب اللي بس أسئلة اللي هم إن شاء الله زين بس هم ذي ترى أسئلة واجد ترى مو شو ايه احنا 75 سؤال احنا يعني حاليا. فيهم ترى تشابه بعض الأسئلة فيه تشابه ايه وفيها تشابه. ايوه بالضبط. هنشوف ذا السؤال. كيفك في الانجليزي يا احمد؟ في بعض الأسئلة ها؟ أنا سيء سيء خفاف جدا والله يا هذا اللي حبيبي متعبني أنا هاللغة يعني والله مرمريتني شيء انجليزي. يستخدم موظف والله صادق. هو المفترض شلون؟ هو حاول انكم بكره قبل الاختبار قولوا له افتح الترجمه ترى الترجمه يعني الطالب اذا مذاكر ما بتهم الترجمه مو بغش ترى يعتبر يعني لا ترجمه لا عشان معلش يفهم بس السؤال احنا تعبنا ويا الاستاذ وحاولنا نقنعه ما براضي حقيقة. ما ندري والله شو مسوي أو لكم تقولون لبكرة ما تحاولوا تقولون لبكرة يعني أنتوا قولوا كذا
منهج طويل 3 شهور. فاذا الترجمه ترى ما يعتبر غش يعني، بس ما ادري شلون عقليته يعني، بالله الترجمه عاديه يعني، بس ما ادري كيف تفكيره والله، كيف تفكيره شلون يعني، ما ادري شلون تفكيره يعني، هو له الترجمه يعني مجرد فهم السؤال يعني، فهم السؤال اكثر، صحيح وهم والله هم سرعه في المذاكره يعني، مذاكرة فهمك يكون أسرع، قراءتك تكون أسرع. صحيح صحيح، خاصة انه هي بلغتنا الام يعني، احنا نعاني شوي. أنت حاول بكرة تكلمونا، يمكن الله يهديني بهذه قبل. اي والله الله يعينك، خلينا نشوف والله يستخدم، نعاني. خلينا الحين لا نستخدم حياة لي ممكن. مذاكرة زين. يقول لك يا احمد يستخدم موظف ساخط زين، حلو. واير شارك لاكتشاف اسماء مستخدمين وكلمات مرور تلنت زين الإدارية، ما نوع هجوم الشبكة الذي يصفه هذا زين؟ طبعا التلنت هذا عن طريق اللي هو الكونسول، يجيب له جهاز ويشبكه في كونسول، عن طريق كونسول يشبكه في الشبكة، هذا يسمونه التلنت زين. هني يقول لك انه هو الإجابة على الموظف الساخط هذا، هي ذي بس ما ادري شنو هذه، الاستطلاع، ما ادري شو القصد من الاستطلاع بالضبط زين. طلع يعني انه ياخذ معلومات الموظفين يمكن. يعني بس يطلع عليهم قصدك؟ ايه اها ايه فهمت عليك. الاطلاع ده ايه في نفس اللي يسمونه الهجوم يعني، اللي بيسوي جرد الاطلاع وبس. بس يطلع على المعلومات. خلينا نشوف هني اذا جينا كتبنا استطلاع، شوف لنا واحد عنده دربين. طيب what is the rule of an IBS؟ اصلا هو شنو ال IBS؟ شنو ال IBS؟ تحس صوتي ممتاز ولا كيف؟ International Programming Skills. لا ما دخل ذي، المفروض يمكن اي بي اس نتوركنج ولا يقطع يا عبد الله. يقطع صوتي. افا نتورك يقطع حيل. عجيب. اي والله حيل يقطع. شو الحال همون؟ انتروشن الحين اوكي الحين. ديتكيشن. الحين ضبط. ديتكيشن سيستم، نظام كشف التسلل، ايوه هذه اي بي اس، نظام كشف التسلل. حلو، بدك تكتشف المتسلل. جميل. وات از ذا رول، شو اسمه جميل. الرول اتوقع معناته، ايش معناته رول يا احمد؟ طبقة. دور. لا دور، هذه شو هي، ما دور الاي بي اس، شو اسم الدورة؟ هذه الاي بي اس اخذناها اي في صح. السمستر الماضي اتوقع، اتذكر مادة المصادر الو المفتوحة زين. اي بي اس اسم الثاني. نسيت النوع الثاني، في يو بي اس و اي دي اس، واحد ينفذ واحد يكشف، بس هذه بس يكشف، كشف الهجمات. لا وفي صدها، وصدها في الوقت الفعلي زين. هذا لكن فعل، خلاص تك تك تك. هذه حطهم في اللي يسمونه بعد ما استودعوا خلاص. ايه بلوكينج صحيح، حطهم في الحظر، بلوكينج اتاكس ان ذا ريل تايم، في الوقت الفعلي زين. which two statements decrypt access attacks زين يا مومن، خلينا نشوف. ما هي العبارتان اللتان تصفان هجمات الوصول زين؟ شو اسم العبارتين اللي نقدر نوصف بهم اللي هو هجمات الوصول زين؟ خلينا نشوف العبارتين اللي نقدر نوصف هذا الظاهر ثلاث وقت الثاني اللي تقريبا
الأسئلة. سؤالين، هذا آخر شيء الحين. تقوم هجمات حلو. تتجاوز سعة المخزن المؤقت بكتابة البيانات خارج ذاكرة المخزن المؤقت المهلوسة للكتابة فوق البيانات الصالحة أو لاستغلال الأنظمة أو لاستغلال الأنظمة لتنفيذ تعليمات برمجية ضارة. زين، إن شاء الله إن شاء الله نحن نتذكرها. وأيضا الباسورد. زين، يمكن تنفيذ هجمات كلمات المرور باستخدام أساليب هجوم القوة الغاشمة لنظام التشغيل أو حصان طروادة أو متلصصي الحزام. زين، طبعا فوق يا أحمد في سؤال، ما هو هجوم طروادة؟ حصان طروادة، تتوقع شنو هجوم حصان اللي هي طروادة؟ الدوجا، وين الدوجا ذي؟ هذا العراق. لا، دودة غير. في الدودة في حصان ايه طروادة، في صحيح. فرق بينهم. وين السؤال؟ حلو. حصان زادت طروادة بيجيك السؤال سيف وينه؟ عبد الله نعم، العاشر. رقم 10. وات ار ذا احتمال كبير يجي. حفظه حفظه عادي. ايه ده، دي عاد شو اسمه، دي سهل. زين، كن يقول لك فرجيني. حفظه يعني. ايه بس حلو انك قلت لنا. زين، انتبه له. عندنا ايضا له حصان طروادة. حصان طروادة قصته يا طويل العمر والسلامة انه هو اللي هو تقدر تقول برنامج اي اكس اي. زين، يفترض الناس انه سليم وشرعي. زين، بينما هو لا، برنامج خبيث. زين، من نوع اي اكس اي مثلا، قابل للتنفيذ مثل ما يسمونه. عرفت شلون؟ حسنا حسنا معك. بس ان شاء الله عاد تعرف بالترجمة يعني هالحاجة، لان والحاكي اي لو باللغة العربية سهل، بس باللغة الانجليزية صعب جدا. ايوه، هذا المصيب. انت كيف وضعك مع اللغة؟ شلون؟ كيف وضعك مع اللغة؟ والله ما ممتاز حقيقة، ما ممتاز، ماشي حال بس ما ممتاز حقيقة. زين، هل ذكرت انت ولا توك؟ انا قاعد اذاكر الحين، عرفت شلون؟ الحين اياكم كنت الله بجمع يسامحك. الاسئله صباحا. زين، واستغربت مع حبيبي جمعهم، فقلت اشوى، فبديت الاختبار مباشره. ايش السالفه؟ جميل. هذا ستارت كويز قلنا الدعايه ذي. هذا هو الكويز. طيب الحين خلينا نبدا الكويز. زين، حق اوكي. الاختبار الأول. خلاص، بس طيب يا طويل العمر، تشوف الحين انا شوي يا شوف الاعلانات معك. ما اعجبها، فخلي بروح حق محل ما فيه اعلانات، سوينا مفاوضة في الشارع. معك معي. هني انا حاط مانع الاعلانات. طيب يا احمد، معك معك. طيب هني اسالك، what method can be used to migrate اللي هو بينج سويبن سويبس. زين، بالعربي، ما هي الطريقة التي يمكن استخدامها للتخفيف من عمليات الماس بينج؟ السيد بنك الحين ذي اللي يسمونها. شلون؟ اوكي. على فكرة الدود اللي هي وارم اتاك هو عبارة عن ايوه. عمليات اللي هو بينج متتالية. زين، بينج على طول، بينج بينج بينج، عرفت شلون؟ فالسؤال ها هنا، شلون يقطع صوت. نخفف من عمليات البنك اللي تجي لنا على الجهاز بحيث انه ما حد يتعرض، ما حد يهجم علينا هجوم الدودة. زين، هني لو جالك في القائد هذا السؤال مباشرة بتاخذ الاي سي ام بي. زين، مباشرة بتاخذ شنو؟
الاي سي ام بي. زين اذا بتقرا البرمجيه بتقراهم غير شوي. شوف هني استخدام بروتوكولات المصادقه المشفره او المجزاه ما دخلها. زين ولكن من المعلوم ان اللي هو عمليات اللي هو البنج المتتاليه انت بتقدر تسوي لها تخفيف. ما في حل انك تسوي لها تخفيف الا عن طريق البلوكينج اللي هو الحظر. نحظرها. زين يا احمد ولا ياسر؟ اي معك معك بس مساعد قطع كان جميل. فبنختار هذا الاختيار. جيد الان خلينا نروح حق الشيء الثاني او السؤال الثاني. السؤال الثاني قاعد يقول لنا ما هي المكونات الثلاثة الرئيسية لهجوم الدودة؟ شنو المكونات الثلاثة الموجودة في هجوم الدودة باعتقادك يا أحمد؟ هذا الاختيار الثالث. الاختيار الثالث أيوة. طيب. اللي هي معناته وعندك الحمولة. جميل صحيح. الحمولة أيوة. أوه لا. تقريبا مثل الرابع لا الرابع تنبع بعد ترجمة جو الرابع تقريبا تقريبا صح اللي هو تمكين الضعف او الضعف ايوه وهناك الخامسة تقريبا السادس استغفر الله. هني انا تكلمت عنها قبل شوي ان كل واحدة تفرق عن الثانية. الخامسة شوف مشابهة حيل حق لها. زين ولكن ذي لها معنى مختلف صحيح. تماما للتحقيق بينما هذه شنو صحيح. التكاثر. زين التكاثر. فأنت بتاخذ آلية صحيح. التكاثر. زين صحيح آلية الانتشار. زين فانتبه هني. فالله يعيننا بكرة عليها ذي 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 هذا قاعد يقول لك بعضهم متشابه فالله يعينهم. الله كريم الله كريم. وعندك حتى الأولى تتشابه معاهم حتى الأولى تتشابه معاهم الخيار الأول شلون؟ الخيار الأول تتشابه مع الخيار الأول. أحسنت الخيار الأول والثالث السادس والسادس وحتى الخامس يشبههم صحيح. زين عموما انت اخذت المواد اللي اخذت احمد؟ بشكل عام اخذتها اخذتها وحملتها انا حملت هو ولد الله يعيني احمد الله يعيني شلون؟ الله يعيني والله الله يعيني ما العبارة الله يعين بس الله يخليك الله يعين الله يطلع منك من سالم. زين يا مؤمن ما العبارة التي تميز ذكري. بدقة تطور التهديدات لأمن الشبكة؟ زين رأيك السؤال؟ أوكي. شنو العبارة التي تميز بدقة تطور التهديدات لأمن الشبكة؟ زين هني في هذا السؤال أنا أشوف الخيار ها؟ زين فهذا السؤال ايوه لكن احنا اخذناه في اساسيات الامن السيبراني ان الهجوم الداخلي زين يهدد اكثر بكثير من الهجوم الخارجي. لو جاء احد من برا وهجم علي صحيح. اقدر ان انا شو اسمه اقدر ان انا اتلافى هذه المشكله ببساطه. بينما اذا كان الهجوم من الداخل يعني من موظفين موجودين في الشركه نفسها هني المعاناه. صحيح. زين. هذا النصيب صحيح. ايوه فبتكون الاجابه الاولى. زين على هذا السؤال. ايه بتنسى. زين اللي هي ترجمتها يمكن ان تسبب التهديدات الداخليه اضرارا اكبر من التهديدات الخارجيه. جميل؟ عرفنا؟ تمام. زين ايوه. ايش اسمي قاعد يقول لك؟ ما الذي يسبب تجاوز سعة المخزن المؤقت؟ أوكي. في شيء اسمه اوفر بلو. زين
ذي ينحط على كلمة المرور، حلو، ويقول لك شنو تمام. الشيء اللي يسبب ان الاوفر فلو ذي يصير، شبه تجاوز سعة المخزن المؤقت. تعرف مثلا حطيت باسورد زين وزاد في بعد 2 زين زيادة على الباسورد زين، شنو يسبب هذا الامر او ليش يجي هذا الامر؟ هل يجي بسبب حصان طروادة مثلا؟ لا ايش لا لا رايك؟ التوازن. هني تقريبا الخيار الرابع. خليني اشوف وين الخيار الرابع. واحد اثنين من ثلاثة التمور. اربعة ايوه خمسة. ديك تقريبا الرابع. صحيح ايوه، فهني بتحفظ عبارة اللي هو الميموري لوكيشن. صحيح صحيح هو اللي بتأثر على الذاكرة. صحيح ايوه، محاولة كتابة البيانات على موقع ذاكرة أكثر مما يمكن أن يستوعب هذا الموقع. زين، تمام. فتختار هذه اللي هي ميموري لوكيشن. بس يقول لي كوركت يعني، بس زين. طيب، ما الذي يحفز مجرمي الإنترنت بشكل عام من على مهاجمة الشبكة مقارنة بالمتسللين أو المتسللين الذي ترعاهم الدولة؟ ليش المتسللين أو مجرمين الإنترنت زين يحاولون جميل. أنهم يعني يهجمون على الممتلكات بالدولة وغيرها؟ زين، ليش؟ هني على طول راح تقول أنا مقصد مالي، واضح، من أجل المكاسب المالية. Financial gain. Financial gain. أوكي، اتفقنا. ايوه حل أيوة. حل تمام. فالآن الخيار اللي بعده يقول لك ما حلان أو ما الحلان لأمن الشبكة التي لدينا يمكن استخدامهما للتخفيف من هجمات دوز؟ عشان نحن نخفف من هجمات دوز شو نسوي؟ ماذا نصنع؟ تقريبا خليني اقراها فيروس لك. وأذى الأول. أيوة فيروس. اسمعي لا خلينا نشوف نقراهم قبل. اول شيء أوكي. هجمات دوز شنو هي؟ فحص الفيروسات اللي مكتوب زين. حلو. ثانية ايش معناتها؟ والتعاون نوت بعد. لا تستعجل يا احمد تمام. زين. ترى وقتك خير. هو أنظمة لا حماية من تفكر التطفل، هذه كل ما أتوقع قلت. أنها هي صحيحة، ذي أنظمة الحماية من التطفل اللي هو، خلينا نشوف أول شيء هجوم دوز، شنو هجوم دوز ذي؟ زين، لازم نعرف هجوم دوز شنو هذا؟ نكتب عليك، زين. مجموعة من تقنيات وأدوات إدارة الشبكة لمقاومة أو تخفيف تأثير هجمات رفض الخدمة الموزعة على الشبكات المتصلة بالإنترنت من خلال حماية الهدف وشبكة الترحيل. تمثل هجمات دوز تهديدا دائما للشركات والمؤسسات من خلال تأخير أداء الخدمة أو عن طريق إغلاق موقع الويب بالكامل. زين، عرفت شو سوي؟ اي، تخفف الاشياء الموزعه على الانترنت. زين، فهني اكيد الفيروسات ما لها شغل لانها هي تهجم على الشبكه ما تهجم على الاجهزه. زين، فهذا اول شيء. ثاني شيء هني اللي هو النظام مال التطفل هذي. زين، هي الحل. زين، هي الحل من اجل انك انت زين تجي تحمي الشبكة. ما تقدر تحميها إلا عن طريق هذه الأداة اللي هي أداة منع التطفل، واضح؟ شوف الحين لو جيت الحين وشفت اللي هو هذه أداة التطفل أخذتها زين. ما أدري إيش في ميل حدد جيد، راح تلاحظ إن هي موجودة على من الشبكة. شوف شوف، لاحظ، هذا هي، هذه أداة منع التطفل. لو تلاحظ انها تحمي الشبكة ما دخلها بالاجهزة. شوف الاجهزة وينهم،
أجهزة نحط فيها مكافأة فيروسات، مكافأة فيروسات حتى ولا أجهزة بدخلها. زين هذه تصير بين الشبكة وبين جدار الحماية، واضح؟ أو الجدار ايه بين الحماية، فاير وول ودايو وول. أيوة بين اوكي قبل الجدار الفاير وول صحيح. أيوة، فهمت شلون؟ فهذه هي الأجهزة اللي هو مالت التطفل الـ IPS اللي يسمونها. زين فالـ IPS أول شيء، وثاني شيء إيه ثاني شيء اللي هو التقنيات مالت الواي، عرفتها؟ شو يسمونها باللغة العربية نسيت شوي. زين إيه بالإنجليزي هذا هي إيه تقنيات مكافحة الانتحال يسمونها بالعربي، Anti-spoofing technologies. Anti-spoofing technologies. شو اسم الانتي-spoofing technologies؟ هذه يا طويل العمر السلام التقنيات الموجودة في الجوالات الحديثة حاليا. زين ان الجوالات الحديثة فيها اللي هو مثلا بصمة الوجه، مثلا بصمة اليد، بصمة بصمة الاصبع، العين صحيح. بصمة العين، عرفت صحيح. شلون؟ هذه يسمونها اللي هو تقنيات عدم الانتحال. زين تقنيات عدم الانتحال صح؟ اي تقنيات مكافحة الانتحار، مكافحة الانتحار جميل. بحيث ان الشخص معاه ينتحر شخصية شخص ثاني، واضح؟ فاحفظها على صحيح. هذا النحو، فبيكون هذين هما الحلين لهجمات دوس. زين عشان احنا نفتك من هجمات دوس راح نكون نستخدم تقنيات عدم الانتحار، وعندك اللي هو الاي بي اس. زين اللي هو اجهزة منع التطفل. جميل. السؤال اللي يليه، يستخدمون المهاجم جهاز الكمبيوتر محمول كنقطة وصول خادعة لالتقاط كل حركة مرور الشبكة، مرور في الشبكة. زين من مستخدم مستهدف، أي نوع من هذا الهجوم؟ أي الهجوم هذا ويش اسمه؟ زين هذا متفنت متنصت جميل. وين شنو هذا الهجوم؟ إن واحد يجيب يرتبط منصة جهازه ويحطه يم شبكة، زين ويخلي الناس بدل ما يدخلون على الشبكة يدخلون على الجهاز وبعدين يروح حق الشبكة، عرفت هذا شلون؟ تفنت يسمونه باللغة فهمت؟ العربية بس يمكن الخيار الثالث ما ادري بالترجمة عشان نعرف. يلا. ثقة الاستقلال، زين تروست Trust مفهوم، exploitation. زين ولا تجاوز سعة لا المخفى ولا الموقت، ما دخل هذا عندي. أعتقد الثالث هذا ايوه تنصب. المال انسز الرجل المنتصف، رجل منتصف هذا وايد تنصب. هذا هو احسنت، تمام. اللي هو الرجل في المنتصف. بس بالانجليزي لازم تحفظها عاد، an ما attacker is ننتظر. using laptop as a رجل. زين access point to اللي هو capture all networks traffic traffic زين traffic from targeted user which targeted user يعني اللي هو اليوزر المستخدم المستهدف. Which type of attack is this؟ زين اذا بكره بيجيك بالانجليزي فلازم تعرف، واضح؟ طيب هني بيقول لك ما المجال الوظيفي لاطار عمل حمايه مؤسسه شبكه سيسكو المسؤول عن الحزم التي ينشئها الجهاز والمطلوبه لتشغيل الشبكه مثل تعداد الرسائل ARP واعلانات التوجيه. زين هني اللي هو خيارات عدة مثلات الديتا بلين طائرة البيانات. زين بلين ما يمكن له طائرة المراقبة. الأولى زين لا تستعجل شوف يعني والله يا على الأولى حسب مستوى الإدارة. طائرة الشحن يا الأولى والثانية شوف هذا منهم الثانية هي الصحيحة، الأولى ليست صحيحة. كنترول يبقى كنترول الكنترول بلان بلين، حلو أنا ما أدري لو سمعت كنترول بلين الترجمة خايسة، يقول لك إن شو اسمه طائرة التحكم ولا اسمه خارطة. إيه هذه الترجمة كذلك أو خطبة خطة التحكم يعتبر هي خطة التحكم كقرآن قراءة خطة إيه. زين بلان
اوكي انا ما بعرف هذا يكنترول لانهم بس ما بس اسمه سوى ما فوق هذا هم داتابيس. اوكي ايوه حلو خلينا نستأنف. وصل النوم. والله اي والله جنو مشكلة مو بهذا المشكلة احنا خلصنا. يقول لك ما هي المكونات زين ما هي المكونات الثلاثة لأمن المعلومات التي يضيفها أو يضمنها التشفير؟ اي هذه اللي هو الأشياء اللي قلت عنها يا أحمد اللي هي ايوه الكونفدنتيالتي زين وعندك الانتجريتي والافيلابيلتي السرية والنزاهة والتوافر هو احفظها كلها يا على سيتي أمن المعلومات. شلون؟ كلها نهايات سيتي عشان الانفاير اي تمام صحيح صحيح هذا شيء مهم آخر شيء فيها تي واي صحيح صحيح لان فيه الاصلي عشان اي يلا صحيح صحيح تفيدك حيل. ما هي الطريقة الأساسية للتخفيف من برامج الضارة؟ شو الحل مع البرامج الضارة؟ الحل مع البرامج الضارة إنك تثبت اللي هو البرامج اللي هو الفيروسات زين الريستنج اللي هو انت فايروس انتي فايروس اللي هو سوفت وير اون اول هوستس زين على تم على تيجي تم وثبتها في الاستضافة لسه زين. ما هو هدف هجوم ترعات الدولة؟ ايش رايك؟ دول يتخانقون شوف اللي احط ترجم ترجم تقول له هذه to شو رايك؟ write a receive wrong انا حفظت محفوظ لتصحيح الخطأ المتصور زين ترعات الدولة يسوون عشان تصحيح الخطأ المتصور زين. What role does security ده اللي هو خلينا نشوف بالعربي ما الدور الذي تلعبه عمليات الاستخبارات الأمنية SIO في بنية سيسكو سكيور اكس؟ شو رأيك يا أحمد؟ ترجم أنت تعرف يا بقى أحمد؟ الرابع بس خلاص نترجم الحلوة بس دقيقة اي ترجم حلو يا في والله بعض الأسئلة كيف ترجمها عشان ما نضيع بس إن شاء الله يرضى الله يهديه يعني تحديد إن ووقف شاء الله الله خانة يهديه المرور الضارة زين ولا مصادقة المستخدمين ولا فرض السياسة ولا طول العمر والسلامة تحديد التطبيقات؟ أتوقع الثالثة بس هي الأولى هي الثالثة الأولى أتوقع هي الثالثة شوف الصحيحة شو اسمه الأولى هي الصحيحة هذا مقارنة الأولى عشان توقف اللي هو ترجمها شوف مرة ثانية ها؟ ترجمها دقيقة خلا ترجمة ها يلا تحدد وتوقف حركة المرور الضارة هذا اللي تسويه الـ SIO مخابرات اللي هو الأمن السيبراني زين تحدد وبعدين توقف حركة مرور اللي هو البرامج الضارة زين. هجوم السنافر كيف يتم تنفيذ هجوم السنافر؟ How is a حتى السنافر موجودين سمورفا؟ طيب ليه اوكي بس من عليهم طواقي؟ زين اي زين عن طريق إرسال عدد كبير من اي الحكم ليتجاوز اللي هو الذاكرة العازلة المخصصة للجهاز هذا هو ذا تتوقع ولا يرسل شنو؟ هو تقريبا الأول بس راح أحمد شيك
عن طريق ارسال عدد كبير من طلبات الاي سي ام بي الى عناوين البث الموجهه من عنوان مصدر مخادع في نفس الشبكه، زين، ولا عن طريق ارسال عدد كبير من حزم تي سي بي اللي هو اس واي ان الى جهاز مستهدف من عنوان مصدر مخادع، زين، ولا عن طريق اللي هو عن طريق ارسال طلب ارتداد في حزمة اي بي اكبر من الحد الاقصى بايت اللي هو 65 و535 لحجم الحزم البالغ، زين، انا عكست. question 3 عموما اي واحد اتوقع 3 احسنت 4 1 الثاني بسبب انه او قصدي هجوم السنافر هو انه يرسل عدد لا يمكن احصائه الى عناوين البث، زين، الخيار الثاني هي الخيار الثاني يرسل الى عنوان البث، ترجمة شلون؟ الاي سي بي ام هذا حلو تحتاج شرع عملاء ولا انه يرسل ايه اوكي عدو حلو على غير الطبيعي اللي هو عن طريق الاي الاي سي سي ام بي، انا اتوقع الاي سي بي ام بي هذا حق البنك صح ولا حق شيء ثاني؟ ما اعرف حقيقة. مو بس البنك ذا حق شيئين تقريبا قال استدعاء العام تقريبا حق شيء حق ثلاثة حق شيئين ما في إلا البنك زين الحين السؤال الرابع عشر حصان طروادة، هذا تحكيت عنها، ما هي خاصية حصان طروادة من حيث صلتها بأمن الشبكة؟ زين ايش رأيك؟ خلينا نشوف، يقول لك هي يتم تضمين البرامج الضارة في برنامج قابل للتنفيذ يبدو أنه شرعي، زين، في هذا ولا تخاف إلا من الصوت هذا هو هذا هو الواحد، ها؟ صحيح هذا في هو هذا أول واحد، زين، إن حصان طروادة إن في برنامج قلت لك قبل شوي أنا قصته صح؟ فهمته، هاي هاي إي ممتاز، ايه الحين فهمت خلينا نجي حق هذا السؤال، ما هي الخطوة الأولى في عملية إدارة المخاطر المحددة من قبل ISO IEC؟ شنو المخاطر؟ ايش رايك يا احمد؟ شري تو كن تو تقريبا تو ايوه تقريبا قم باجراء تقييم للمخاطر، صحيح، قم باجراء اللي هو تقرير حق المخاطر، زين، الايزو ايه الايزو لانه يقوم بالقراءة صحيح اي، ما هي السمة المميزة للبرامج الضارة للدودة؟ زين، ايش رأيك؟ حط على الخيار الأول خلينا نشوف الترجمة يمكن للدودة أن تنفذ بشكل مستقل، هذه خطورتها، هني يقول لك يجب أن يتم تشغيل الدودة بواسطة حدث على النظام المضيف، زين، الثالثة تتنكر البرمجيات الخبيثة الدودية على أنها برامج شرعية، هذه مال حصان طروادة أصلا، صحيح هني بمجرد تثبيتها على نظام المضيف لا تقوم الدودة بتكرار نفسها، ايش رأيك؟ خليك على واحد خليك على واحد ودي اقول لك غلط، الإجابة هي هو إيه؟ تكاثر تقول عد الثاني شوف لا خلينا نترجمه مرة ثانية شوف الثانية، الثانية يجب أن يتم تشغيل الفيروس المتنقل بواسطة حدث على النظام المضيف، الدودة إذا اوكي حلو انا شغلت فكرت الحدث انا مالها فكرت مالها للرابعة شغل، أراك مالها داعي،
لازم صحيح نشغل حذر صحيح طبعا، شلون بهذا النظام. صحيح، انا لازم هذا حسابها الشكل. دودة على انه هو ايش اخرها هوست سيستم. زين اوكي على السيستم جاي. جميل. السؤال الذي يليه، ما هو الشرط الذي يصف التهديد المحتمل الذي تم إنشاؤه بواسطة instant on في مركز البيانات؟ شوف الخيارات. عبد الله يبي لي اشغل اللاب وبعدين تعب عيوني هالجوال. دقيق. اوه قاعد طلع من الجوال. لا جوال ثاني. ايه هذا شكل اللاب. يلا خليني اتريقك. انا سويت وورد بشكل مختصر، ممتاز. جدا مختصر، يعني هو اذا رضى الله هداه ورضى في الاختبار ندخل الورق، يعني ما بدنا انه قال اصلا عادي، يعني الا اذا غير كلامه. احنا بنبث بكره بخصوص الاختبار الثاني. هو اقول لك ان شاء الله يظل على كلامه انه عادي ندخل الورق معانا. الواضح انه بيضل. إذا لأن نعتمد على الورق، لأن ترى الأوامر كثيرة حق تجربتين، يعني حق تجربتين يعني بنضيع إذا كان بدون ورقة. بس أنا بوريك إياها التجربة الثانية، بدي أرسلها لك واتساب. إيه. هو هذا الواقع، هذا واقع. لو نشوف الشاشات بشكل جيد، كيف؟ شاشات تشوفها بشكل جيد. أنا من زمان عنده، إحنا كيف أشيل الصورنا؟ كيف أشيلهم؟ شفت هذا الحين مكتوب عليها أمير وصورتك تحتها؟ ايه ده اللي هالصورتين دي اللي على جنب، ابي اشيلهم واكبر صفحتك، كيف؟ ايه اضغط على شو اسمه شو اسمه ذي الدبوس، راح على صورات اضغط الدبوس. اصل كنت انه بارد. شفت الدبوس؟ زي كذي دبوس على صورتي. لا اضغط على الدبوس. إذا ضغط عليه، إذا ضغط عليه يكبر. لا بيشيلها. شلون الشيء؟ ما فهمت. شفت عندي صورتين فوق بعض؟ ايه الدائرتين. يعني لا اعرف اذا ضغطت الدبوس يكبر. لا بيشيلها، بتصير صفحتك هي الكبيرة. ابي من شالون ذيلي. دقيقة. نادر أدخل زائر على اجتماع. طيب أنا قاعد أحاول صرت أملك نص الشاشة أو ربع الشاشة زياتي كذي صح؟ ولا كيف؟ اي انا ودي تصير انا ودي تصير شاشتك هي ثلجة، ما لا داعي احنا نبين كم سكن اكبر للخطاوي. ما ادري اذا في ذي الخاصية او لا. اول في ذي الخاصية بس الحين شالوها تقريبا جوجل اللي اعرف انه شالوها. ترى من زمان ما دخلت ومغيرين على بعض الاشياء، اي غيروا كل شيء، غيروا بعض الامور. الاول احسن. بس اتوقع انها موجودة ذي الحركة، بس نرجع لمحور حديثنا، نرجع لمحور حديثنا عليه ذا الوقت. طيب طويل العمر، ما هو الشرط الذي يصف التهديد المحتمل الذي تم إنشاؤه بواسطة instant on في مركز البيانات؟
زين ما ليش معناته انستون تو بوند. نشوف يمكن نجيب صورة أوريك. جاب لنا منتج ولا أعرف المنتج شنو. زين هل الإجابة يا أحمد الأولى يقول الترجمة شو تقول الحين؟ عند تعطل يقول الحماية الأساسي يقول لك ما هو الشرط الذي يصف التهديد المحتمل الذي تم إنشاؤه بواسطة الانستنت اون في مركز البيانات؟ هل جدار الحماية العلاقة ولا عندما يقوم مهاجم باختطاف برنامجي هايبر فيوز يوزر في في ام ثم شن هجمات ضد أجهزة أخرى في مركز البيانات؟ زين ولا لو في ام فيرتشوال ماشين ترى عند تعطل جهاز الاي بي اس الاساسي اللي مساعد حكينا زين ولا عندما يتم احضار جهاز افتراضي قد يحتوي على سياسات امن قديمة عبر الانترنت بعد فترة طويلة من عدم النشاط؟ ربما فور ربما ربما هذه الهجوم اللي بيصير عن طريق اللي هو مركز البيانات زين راح يكون يا طويل العمر والسلامة عن طريق اللي هو الجهاز فيرتشوال ماشين زين مو جهاز حقيقي لا جهاز افتراضي زين من زمان ما استخدموه زين معطلينه حتى على الجنب ذي الجهاز الافتراضي يعني في خطورة من غير الأجهزة الافتراضية يجب علينا أن احنا الأجهزة الافتراضية ندمرها زين بعد ما ننتهي من استخدامها تماما أو ما نخليها في حالة عدم نشاط. جميل جاي هني ايش اسمي يقول لك ما جيد. هي المكونات الأساسية الثلاثة لحل مركز البيانات الآمن من سيسكو زين اللي هو what are the three core components of the Cisco secure data center solution choose three اول شيء حط secure switchment دي صح ايوه تقريبا فيسبيلتي تقريبا ترجمة شو هاي اتأكد منها ترجمة قصدك يمكن الفيسبيلتي اي اذا قصدك الفيسبيلتي صحيح الرؤية اي فيسبيلتي جيد ايوه وقف يمكن سيرفر فريق اتوقع لا مش سيرفر خوادم مشتق لخوادم اصلا الخوادم ما لها علاقة بالبيانات لحال مركز البيانات زين الامن من سيسكو لا انتبه خوادم انه هو الدفاع ضد التهديد جيد اي هذه ثريت زين ديفنس ديفن زين ايه هذه الإجابة. يستخدم موظف ساخط ايوه مساعد هذه الام تاخذ عندي زين يستخدم موظف ساخط واير شارك زين لاكتشاف اسماء مستخدمين وكلمات مرور تيرنت الإدارية منع هجوم الشبكة الذي يصفه هذا شنو نوع الهجوم هذه؟ هذا قلنا مساء عنها أيوة أي واحد فيهم قلنا تقريبا هذا هي الفوار ولا تقريبا الفوار هذه ولا الترجمة ضيعنا لا هو
مو بترجمة الضايعة، الموظف ساخط على الشركة، أول شيء الثقة الاستقلالية ولا الحرمان من الخدمة ولا هذا اللي أنت جاوبت عليه الاستطلاع إذا استيطع هذا الموظف. أيوة يرسل شفت شلون بالترجمة نقدر نسوي. 3 reconnaissance 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 زين يا ابني نحبط السؤال بعد. ما هي العبارتان اللتان تصفان هجمات الوصول؟ يعني هجمات الوصول، وايش العبارتان اللتان تصفان اللي هو الوصول هذا؟ غالبا ما تتضمن هجمات استقلال الثقة استخدام جهاز كمبيوتر محمول ليكون بمثابة نقطة وصول خادعة الانتقال ونسخ كل حركة مرور الشبكة في مكان عام مثل نقطة اتصال اللاسلكية. ايش رأيك احمد؟ هذا في واحدة من الباقي الثاني الحين. اتوقع هذا واحد منهم. ايه بس ترجم الثاني بعد نشوف. بس الحكي ما في ترجمة الاختبار. ايه بنتعلم بدون ترجمة. زين اي لاكتشاف والله. خدمات الاستماع تفحص هجمات فحص المنافذ نطاقا من ارقام المنافذ تي سي بي او يو دي بي على مضيف. انت اللي مو منهم انت. تقوم هجمات تجاوز سعة المخزن المؤقتي بكتابة البيانات خارج ذاكرة المخزن المؤقت المهلوسة لكتابة فوق البيانات الدوالي حتى الدوالي 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 ما يكون كلام الدوالي أحمد هذه هو الإجابة. صحيح تقوم بيو صحيح والله ذكرته من الترجمة هذا صحيح. زين تقوم هجمات اللي هو تجاوز سعة المخزن المؤقت بكتابة البيانات خارج ذاكرة المخزن المؤقت المهلوسة للكتابة فوق البيانات الصالحة أو استغلال الأنظمة لتنفيذ تعليمات برمجية ضارة. هذا يقول لك إنه هو يستخدم فوق طاقة الرام. حلو وش تو احنا اللي بدنا نهلوس يا عبد الله. هذا مشكلة والله. شنو يمكن والله تثبيت هجمات كلمات المرور عن طريق استخدام أساليب هجوم القوة الغاشمة لنظام التشغيل أو حصان طروادة أو اللي هو متشمم الحزام. طبعا هذه هي صحيح الإجابة الثانية فضلا على أنه في كلمة صحيح باسورد. زين صحيح أوكي جيد. نقدر نسويها عن طريق اللي هو هذه الأشياء أو السبل اللي يستخدمونها اللي هو الهاكر للوصول إلى اللي هو البيانات. واضح؟ صحيح والاختراق. زين تستخدم هجمات إعادة توجيه المنفذ بطاقة محول شبكة في الواضع المختلط لالتقاط حزم الشبكة التي يتم إرسالها عن طريق عبر شبكة لان لما ندخلها. طبعا هذه كان السؤال الأول. طبعا ما هو برنامج بينج سويب؟ من السؤال هذا سوفت وير نتورك تقريبا هذا هو الرابع نتورك اسكان ايه تقنية مسح الشبكة التي تشير إلى المضيفين المباشرين في مجموعة من عناوين اي بي اللي هو نتورك جاي سكانينج تكنولوجيك. زين تكنولوجيك ما ادري شنو ذا. زين ما علينا عموما فهذا هو الإجابة. جاهد زين تقنية مسح الشبكة التي تشير إلى المضيفين المباشرين في مجموعة من عناوين اي بي. والله ما بصحنا هذا ما ادري ذي فل ما ادري بيجي في الاختبار اتوقع. لا لا ما بخيار ما في ما في ها لا جاوبتها بكل يعني. خيارات لا لا هدي والدها بس طبعا هو الإجابة عنها هي
كحبيب في الوقاية. طيب وينك يا حبيب؟ شلون انا خلاص استعدت، انا حقيقة قلت ساعتين ولا اطحن. زين هلا والله يا حبيب. طيب بقى سؤالين يا احمد. السؤال جيد. اللي هو ما قبل الاخير يقول لك: ما هي العبارتان اللتان تميزان هجمات جوز؟ اختر اثنين. الخيار الاول: يصعب اجراؤها ولا يبدأها الا مهاجمون ماهرون جدا. زين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا حبيبي. شيخ الحبيب ما عنده ميكروفون. الله يقويك يا حبيبي. زين خلنا نشوف. ينظر. لحظة. السؤال الذي يليه: يصعب إجراؤها ولا يبدأها إلا مهاجمون ماهرون جدا. لا لا لا، ما ينفع، هذه مستحيلة. خطأ. زين. والثاني خطأ. يتم إطلاقها بشكل شائع باستخدام أداة ما أدري شنو. لا أول مرة أسمع ده أصلا. زين. هذه شو اسمه قاعد يقول: تشمل الأمثلة هجمات السنافر اي هذا السنافر اي وهجمات هذا السلينج. السنافر هذه اوف ديث. اوكي، بينج اوف ديث يعني يرسل له بينج الى ان الجهاز خلاص يطفى ولا ينعدم ولا ينتحر الجهاز وهكذا. زين يسمونها بينج اوف ديث. اوكي، اوكي. وهذا الخيار الاول. خلينا نشوف اذا في خيار ثاني. يقول لك: يحاولون المساومة على توفر شبكة أو مضيف أو تطبيق. أي هذا الإجابة الثانية. واضح؟ يحاولون أنهم جاي يصممون على أن في شبكة أو في مضيف أو في تطبيق يمكنهم من خلاله أنهم يدشون على الجهاز. هذا هو الدوس. أوكي؟ دائما ما تسبق هجمات الوصول. لا ما في حاجة. هذا اللي هو: ما هي مرحلة التخفيف من الديدان التي تتضمن التطهير الفعال للأنظمة المصابة؟ وات وارم ميجريشن اللي هو فيس. حبيبي شو اسمه يقول؟ ما بقدر اقرا حق حبيبي. ما يقول شيء، ما يقول شيء، انا قاعد اقرا عليه. كمل. زين الفلوفس. زين اكتفلي. زين ديسيفيليتيشن. زين عمر انتر فيستد سيستمز. زين شنو الإجابة على هذه أحمد؟ العلاج تطهير له الأنظمة المصابة. العلاج العلاج هذا هي العلاج. أيوة الله يسلمك. تريتمنت 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 تريتمنت. زين الآن خلينا نشوف اللي هو درجاتنا في الاختبار. الله سقطني يا احمد. شيخ طاح. هذا مذكرة جديدة. شوف الاسئلة اخطاء. والله ما اعطاني نتيجة. شلون نتيجاتنا كذي؟ مستحيل. 86.6. لكن شو يسمونه حبيبي جاب العيد فينا. والله ما ادري، كل الاسئلة صحيحة. يمكن خلص الوايد. لك هني الاخضر معناته اللي تمت الاجابه عليه بنجاح. زين زين وجاب. زين البرتقالي معناته ريفيو، معناته تحتاج مراجعه. احنا جاوبنا ماذا؟ عليهم كلهم بشكل سليم. والله كاتب انكوريكت ذا مدمر. ما يصير، قص علينا ذا. لا ما عليك من ذا، موقع ذا رايح فيه دوج. زين عموما كل معتمدين الجوابات على الموقع. شلون؟ معتمدين عليه. لا على الموقع. صحيح مالك. هذا يا حبيبي يانا يقدر يزكينا. حبيبي أين أنت؟ حبيبي في شغل مفاكي هو.
طيب يا مومن، طيب احنا الوحدة طبعا الثانية الآن أنا بنهي هذا الاجتماع، زين؟ جيد. وإن شاء الله يعني راح أعرض صباحا، بكرة الصباح راح أبدأ اللي هو جلسة جديدة بخصوص اللي هو الباب الثاني والباب الثالث. جميل، الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيكم، ممكن تشوفونا صحة لما قريب. شاء الله، صحة يعني. اشتغل، الله يقويك يقوي. الله يعافيك. طبعا قبل لا أختم، بس ودي أسألكم عن آرائكم حول التطوير الجديد للبوابة اللي أنا سويتها، اللي هي دليل المحاضرات. إيش رأيكم فيه؟ تحسون مناسب؟ على فكرة حتى إذا طلعت أو عودت راح يفتح لكم الفصل الآخر واحد فتحتوه. يعني مثلا هنا أنا طلعت وجيت، يعني مثلا أخذت الرابط هذه وفتحته في علامة تبويب ثانية، زين، وسكرت ألو، هذه تماما، عودت وفتحته، ما راح يفتح لي الأولى ولا الثانية، راح يفتح لي الثالثة لأن أنا فتحت آخر شيء. فيحفظ صحيح آخر مرة دخلنا فتحنا علامة التبويب. واضح؟ في ملاحظة يا عبد الله، يا أبا ليلى، لو تضيف شو يسمونه، احنا عندنا كتب، أو زملائنا راح يصير عندهم كتب مثلا اللغة الإنجليزية، عندنا كتب ما نستفيد منها، يعني خلصنا منها وما راح نستفيد منها، يعني لو تصير عنده أحد ياخذهم الكتب ونعطيه اللي بعدنا. كيف يعني؟ فاهم علي؟ نحط أيقونة حق الكتب ولا شيء؟ قصدك؟ شلون؟ نحط أيقونة حق الكتب؟ ما سمع. ايه، يعني تضيف مكان اللي عنده كتاب، اللي عنده يصير يتواصل معه، قصدك يتواصل معايا؟ يتواصل معاك، وهم اللي يبي كتاب تالي يتواصل معاك، اذا كان موجود تقول له والله موجود، ما بموجود أنا عادة يعني. إذا ما في شيء مثلا هني، لا هذه المادة أتوقع ما فيها شيء، ما فيها اختبارات متوقعة، أقول أنا أسف ما من اختبارات محتملة، راسلنا إن كنت تمتلك إحداها، بعد الضغط مراسلة يتراسل وياي عبر الواتساب بشكل مباشر. حلو، فهمت؟ تمام، موجود نفس الفكرة جميل، بس بب تماما يعني، عرفت شلون؟ جميل. ممكن ان اي حد يراسلني ويضيف فعلا، بس خليني بضيف كايقونة. صحيح كلامك، حلوة ملاحظتك. لأن عندي والله عن كتاب اللغة الإنجليزية الأول والثاني، شلون؟ عندي يعني عندي كتب يعني ما استفدنا منهم يعني. هو في شوف مذكرة اللغة الإنجليزية لو ضغط عليها يجي له. لا أنا قصدي يعني كمطبوعة اللي يبيها، يعني حلو، يعني أنا درست في الرياض، يعني الكتب اللي ما تبي مخلص منهم حطهم ويجي طالب غيرك ياخذهم، يعني دي الفكرة حلوة. مشكلة انه فكراتنا هنا اونلاين، ما عندنا فكرة انه يكون في شيء حضوري او شيء من قبيل، فاهم قصدي؟ جميل، فهذه الملاحظة. زين، ولكن فكرتك ممتازة، يعني ممتازة حق شو اسمه الملفات. ممتازة الكلية يطبقونها مو بحنا. شلون؟ قصدي لو الكلية يسوون كذا حركة يستفيدون من الطلاب، يعني ممكن حتى لو الكلية مثلا توفر مكان معين بحيث ان الطلاب يقدرون ياخذون الكتاب مجاني، يعني صحيح. المفروض يعني باب التعاون. يسألك حبيبي يقول لك أي وقت الصبح؟ الصباح والله انا ما ادري بالضبط، بس اتوقع كذي على 10، عرفت؟ اذا جلست صباحا راح ابث مباشرة. النسمون، شلون؟ النسمون، نسمون باكر، النسمون، ما تعرف معلومات النسمون؟ ايه النسمون، انا عارف معلومات بس الحين النسمون وابو الصباح. متأخر يعني، الصبح متأخر. لا بالعكس، حلو يعني 10 يعني. كويس، ولا تحس يعني متأخر صدق؟ لا اللي بذوكر يعني، بس يلا حلو، ما علي، يلا قوك. الله، اختبارنا احنا كم الساعة؟ اختبار ثمان، زين، بس عندنا طبعا محاضرات الساعة 4. صحيح، خليني بشوف، بحاول ان انا ابكر اجل. صحيح كلامك، 4 زائد خليني احاول ابكر كذي، حاول 8 مثلا كذي يعني. 4 6، الله يهديهم اللي يعطوني اجازة ذيلي المحاضرة اللي قبل عشان نذاكر حضوري. ايه.
يجتمع حضوري. استاذ يوسف يمكن يساعد، احنا موجودين ترى في عند السلمون، بكون ما موجودين يعني مع بعض في السلمون. اي صدق ثلاثات يعني لو اتوقع من الحين كم يمدي ترى؟ لانه ما يبدا الا الساعه 4 ونص فوق ال 4 ونص. صحيح ان شاء الله نقدر نسوي شيء باذن الله يعني. اذا عندك ملاحظات احمد على علامة التبويب الموجودة في الموقع؟ صحيح. لا والله جميل، حيل تشكر عليه، جهود كبيرة والله. يعني حبيبي الله يعطيك العافية. والله جهود كبيرة. الله يعطيك العافية. وإن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. وبإذن الله تبارك وتعالى نشوفكم أكبر مهندسين. إن شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. أحمد تطلع من الوظيفة بإذن الله، يعني تطلع من هنا. أنا؟ شلون؟ اقول لك الوظيفه يعني شو تقول؟ يعرفونك يعني قصدي، ولا ما في ترقيه؟ لا عسما يشيلون السنه. اي ترقيه؟ فلها على الله. الله يعيد يا ابو، فلها على الله يا ابا ليلى، فلها على الله. والله مشكله اذا ما شالونا السنه الجايه، احنا بنشيل نفسنا اذا ضلينا على الله. اي والله الله يكرمك. عشر نحاول موفقين ان شاء الله. حبيبي. ان شاء الله نستفيد من هالشهاده. ان شاء الله باذن الله. لا ان شاء الله تستفيد منها باذن الله تستفيد. لان يمكن ما سمعنا ولا شايف عن كتبت العاشر. اي صحيح. يمكن ما سمعنا. نجتمع للساعه 8. زين راح نستانف في الاسئله الباقيه. باقي لنا قرابه اللهوه. حاليا خلصنا 25 سؤال. بقى اللهوه 50 سؤال. الله يكون في العون. زين. الله يكون. إن شاء الله أمورنا طيبة. وبإذن الله. موفقين. موفقين. تصبحون على خير. تصبحون على ألف خير. نراكم لاحقا. تصبحون على خير. الله يحفظك. الله يحفظك.